ميدا رورو وحشتيني. الحمد لله على السلامة يا ميدا. مين دي؟ دي حميدة. حميدة مين؟ حميدة مراتي؟ أيوه. هي شالت صدرها ولا نفخته؟ ألف حمد لله على السلامة يا حميدة، كده برضو تخضينا عليكي. ميرسي يا نشأت، ميرسي بوكو. ازيك يا مأمون؟ أنا مبسوطة قوي إني شفتك. أقدم لك الشيف توني، شيف لبناني بيعمل أكل يجنن، وهيبقى معانا إن شاء الله. شرفت بمعرفتك مأمون بيك. ميدا هاني مخبرتني كتير عنك، بسيرتك ليل ونهار. ودي بقى كاتا من مالي، هتشتغل معانا في البيت. أما دي بقى تاو من تايلاند. ايه يا جماعة، احنا هنفضل واقفين كتير كده؟ ده لسه في كلام كتير عايزين نبقى نقوله، ده السهرة للصبح. طبعا انتوا هتيجوا على البيت عندي، ها؟ رجاء عاملة كده عشاء بسيط عالضيق. والله ما هقدر يا رورو، انا عاملة ريجيم قاسي، كيوي مع افوكاه. كله موجود يا حبيبتي، يلا بينا. ايه يا مأمون، مالك واقف كده ليه؟ ما يلا لسه حميدة ما جاتش.